حسين اتباع سنة رسول الله سيدة طاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تصلي في محرابي صلاتها ذلا لله حتى تورمت قدماها. أنا هاي كلمة تورمت قدماها كنت أبحث حولها، لأن رسول الله أيضا كاتبين في أحواله صلى حتى تورمت قدماه. زين احنا كلنا نصلي، أنت من الليل للصبح ماذا تصلي؟ ورم ما يصير في رجلك. بعدين وصلت حصلت المصدر، رسول الله كان يصلي واقفا على إبهامي رجليه ذلا لله. احنا ما نقدر نقاوم، تقدر تقاوم توقف ساعة على إبهام رجلينك؟ وبنته الطاهرة سيدة الأولين والآخرين كانت تصلي على إبهامي رجليها ذلا لله، ولذلك يصير ورم إيه حتى تورمت قدماها. هؤلاء عرفوا زيف هذه الدنيا.